ازيك؟ يسلم زيك، عش من شفك يا بحر، لك وحش. عم علي كان جاي يسلم عليكي وحيمشي على طول. لا أنا قاعد شوية، لو وراك حاجة يا سمير مشد. زي ما أنت يا بحر ما تغيرتش. ازيك يا صدف؟ صدف؟ الحمد لله في نعم. انت ازيك؟ عايش قلة موت. بعد الشر عليك، ما تقولش كده يا سي علي. ايه اللي رمى موجك نواحينا بقى يا بحر؟ الهوى. الهوى يا صدف اللي حرك الموج ورماه. وما بنسى عليك الكبر. لا كلنا كبرنا. ده انا كبرت. قهوة ولا شاي يا عم علي؟ ولا نروحك احسن؟ قهوة سمير، قهوة حبيبي. وعلى سبرتاية وعلى مهلي. حاضر. نورت يا بحر. اتفضل. طيب. صلى الله عليك يا اخوي. ايه اللي فكرك يا بحر؟ انا عمري ما نسيتك. من امتى؟ من زمان. تتجوزيني يا مصطفى؟ ضحكتني وانا كنت نسيت الضحك. نفتكره سوا يا اصداف، نفتكره سوا. ده اللي فاضل من العمر بقيه محتاج ونس. وانا نفسي نتونسه معاك. القهوه. قلتي ايه؟ نخلوها شربات؟ لو انت مجنون يا عم علي. شربات وابوي لسه ميت. لم نفسك يا سمير، احترم عمك علي. الله اكبر. قلتي ايه يا اصطف؟ تتجوزيني؟ ماني قلت له يحترم عمه علي. سامحيني يا أمي، سامحيني. كنت وحشني يا يوسف، كنت وحشني يا ولدي، كنت وحشني يا ولدي. آه يوسف الرابع ده شقي قوي، طلع لأبوك. ولازم يعني يبقى اسمه يوسف؟ ما أي اسم تاني؟ أنا نفسي أخلف يوسف الرابع، أنا حرة، أنت مالك؟ أنت حرة. مالك يا يوسف؟ مخنوق قوي يا سلمى. من ايه؟ من كل حاجه يا سلمى. مخنوق من نفسي، من القصر. من
من كل حاجة. والمرسب والعباس مجانين، هيقولوا ايه علينا الناس؟ حد يتجوز حد في العمر ده؟ احنا مالنا امال الناس يا اسطاه؟ يوه خدنا ايه من الناس غير الوحده؟ على رايك اللي رجعك يا بحر؟ يصير البحر الموجه للشط يا أصطاف. لسه كلامك حلو يا بحر. طب كويس ان لسه في حاجه حلوه. ده كلك حلو يا حلو. حلو في عينك انت بس يا أصطاف. يا صدف. ومنك انت يا اللي العمر زود جمالك. عود يا عروسة. طول عمري وانا من اتمنوك يا علي، من اول دنيتي لحد ما جيت لي وقلت لي نتجوز وانا من اتمنوك. وايه رايك برضك جيتك وطلبت؟ علي بحر جامد ويعمل اللي هو عايزه يا بنت يا أصطاف. وأنا بصراحة عايز أيامي تخلص وأنت جنبي. برضه اشمعنى دلوقتي؟ إيه يا ولا؟ هتقولي بتحبني؟ أكتر. هو في أكتر من الحب؟ معلوم. الخوف يا أصطاف. الخوف؟ ايوه الخوف. انا خفت قوي يا اسطاف. حسيت اني بقيت لوحدي. دورت على كل الحبايب اللي حواليا لقيتهم راحوا. سالت البحر، قلت له مين يا بحر يشبه لك؟ مين يطمنك؟ قال لي يا اسطاف بس من بختي. انا بنطمنه معاك يا اسطاف. طب هو في حب اكتر من ان الواحد يبقى مطمن؟ تتعشى يا بحر؟ لا نغنوا لك. غني يا بحر. ونوعدوك بعد الحر دين اول ما النق هيخف من رجلي هنقوم نرقص له. تدلالا فأنت أهل لذاك، وتحكم فالحسن قد أعطاك. أحبك يا ولد. وكان زواج علي بحر من أصداف هو الحدث الأجمل، حيث جمعهما بيت واحد بعد أن لعبت بهما الدنيا سنوات. أحببت أنا أصداف وأحبت أصداف علي بحر. إيه؟ حبيت أصداف أنت؟ نكتبه كده؟ اكتب كل حاجة لازم تتعرف. اكتب. وأحب علي بحر نادرة، نادرة حبت يوسف بك. رأيت بعيني علي بحر وأصداف في شوارع الإسكندرية عجوزان ديان الزمن.
زعلانة؟ أيوة. أصالحك؟ لا. طيب نحكي لك؟ بس قبل ما تحكي قول لي. نقول لك إيه؟ هو أنت متضايق مني أنا في حاجة؟ لا. ليه؟ يوسف بتكلم جد، قول. ندمت، زهقت مثلا، فيك حاجة اتغيرت؟ قول لي، ما تخبيش عني حاجة، أنا عمري ما هزعل من الصدق مهما كان الكلام مش حلو. أنت ليه بتقولي كده أصلا؟ عشان مش معقولة أفضل مستنية يجمعنا بيت واحد ويوم ما يحصل ده ألقاك يا مخنوق يا قلقان يا متضايق يا ساكت يا مش مبسوط، في إيه؟ معاكي حق. أنا فعلا قلقان شوية. بس مش أنت السبب يا سلمى. طب هو مين في الدنيا أقرب لك في اللحظة دي مني عشان تقول له؟ مفيش حد. طب في إيه؟ مالك؟ هو أنت ليه مستعجلة يا سلمى؟ هقولك. هيجي وقت ونقولك كل حاجة. لا، قول دلوقتي، قول على طول، أول بأول زي يا يوسف، عشان الحاجات لما تفضل جوه وما تتقلش بتتقل، خفف الحمل عنك يوسف وقولي. مش كفاية الحمل اللي أنت شايلاه؟ لا، أنا جامدة واستحمل. تفتكري؟ جربني واحكي بقى يا شهرزاد، بس وعدني ما تخبيش عني حاجة. حاضر. وعاكم تكونوا بتصدقوا يا سيادنا، ده حمو جوف طق حنك، مفيش حرب ولا دياولو، ده كله كلام والسلام. مفيش حرب ازاي يا زهار؟ انت اتخبلت؟ اذا كنا مزروعين فيها. الله، هو احنا من 67 بطلنا حرب يا خي؟ 67 ايه؟ من 48 يعني. هاتلي 5 سنين من يوم ما اتخلقنا عدوا علينا من غير حرب يا زهار. لو انت بتصدق، ده كله اوانطة. لا، ده هيقصف عمري يا راجل. ما نصدقوش ازاي اللي بنشوفوه بعينينا يا جرع انت؟ الله، ما نصدقوش ازاي الشباب اللي كل يوم والتاني عجبها يعملوا عمايل؟ ازاي يا راجل؟ الراديو كل ساعة بيطلع بيقول بيان. ما يقول الراديو اللي هو عاوزه، يعني احنا كنا رحنا هناك وشفنا بعينينا. شيك زهار، ما تكليش ايام السجن تاميك عن صوت الحق. يا اخويا، دول هم اللي عاوزين يخرسونا بكلمة واحدة، قال ايه؟ لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. انت في ايه مالك؟ انت مش بتحب مصر ولا ايه؟ اخويا بنحبها وكل حاجة، ما قلناش حاجة، بلدي. بس مش هي الاساس، الاساس هو الدين. طب واللي ما يحبش بلدي وملوش خير فيها يا زهار، نصدقوه ازاي تاني في اي كلام يقولهولي؟ الوطن غالي يا زهار مهما حصل، وكل الانبياء عليهم الصلاة والسلام حبوا وطنهم، بتاع الاساس هو الدين. واني كل بلاد المسلمين بلادي. يا سلام، يعني انت كل بلاد الدنيا زيها زي مصر بالنسبة لك؟ يا اخوي عادي. بعدين تعالى هنا، انت بتحكمني بصفتك ايه؟ هو انت اسكندراني ولا انجليزي؟ اسكندراني طبعا، انا اسكندراني اكتر منك بالكلام اللي انت بتقوله ده. يا اخويا، لو انت عشان راجل مهياس رحت غويت لك غزية اسكندراني، بقيت خلاص اسكندراني، وهتقعد تقول لي وطن ومش وطن، خات ليه؟ لا، عشان صدقت البلد دي وحبيت الناس اللي منها. انا حتى حبيتك انت عشان انت منها. نقول لك ايه يا زهار؟ ما تسيبها وتمشي يا اخويا، بدل مش فارقه معاك وتروح اي بلد تانية. مش بتقول كلها بلادي؟ لا يا اخويا، انا مش هنسيبها الا لما تتحكم بشرع ربنا. اللي ما يحبهاش ما يحكمهاش يا زهار. خلاص، هنسيبها لكم ونمشي، وبقابلوني لو الحرب قامت بصحيح. قسما بالله انتوا عالم فالص، نقول لكم ربنا تقولوني مصر جاتكم الغم، واحد هلاس والتاني مجنون. جاتكم نيلة. هنحاسبوا لك على الشاي يا زهار. أنا عطشان. مفيش عطشان، لازم تكمل اليوم كله.
بس انا عطشان قوي يا تيتا. خلاص روح اشرب. هتقعد عطشان ليه؟ عشان صايم، اول ما يكمل اليوم ويفطر هيحس انه جدع. صح، كمل اليوم. انا شربت ميه من شويه. انت فطورك حلال، الدكاتره قالوا لك الصيام له. لا انا هكمل اليوم، تكمل معايا؟ اشرب شويه ميه صغيرين. خلاص اشرب شوي. محمد جدع وهيكمل اليوم. كمل اليوم بس انا صايمه. صح. الدكاتره يقولوا اللي يقولوه، انا حاسمع كلام الدكاتره ولا حاسمع كلام ربنا؟ انا صايمه زي محمد. لا افطري، انت عندك رخصه وربنا بيحب اللي بياخد بالرخصه. لا لا لا، انا صايمه زي محمد. مش رمضان قرب يخلص؟ لسه النهارده 10. لا 10 ايه؟ ده النهارده الوقف. لا 10. استر يا رب. هو في حرب؟ هنا القاهرة. حلم البلوك. جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة. نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. هنا القاهرة. الله أكبر الله أكبر، عبرنا ماما نادرة، عبرنا ماما خديجة. الحمد لله. يعني مين اللي كسب؟ مصر يا خديجة هانم. طب كويس، عملها الرجل الأسمر ده، برافو عليه. مين الأسمر ده ماما خديجة؟ ملك مصر الرئيس. أيوة أنور السادات. لا لا أنا معرفش. ها أنت صايم زيي؟ لا أفطر بقى أفطر. أحسن. إيه بتفطر؟ النهاردة أول يوم رمضان. من التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب وبقيام. وعمت الفرحة شوارع الإسكندرية. قالك بعد 14 سنة ايه يا أصطاف؟ خدنا في سنة. هو احنا زيه برضك يا أصطاف، بس بعد 50 سنة خدمة في الدنيا. الله، تاكلي جيلات يا بنت يا أصطاف. ساعة علي يا سعد. حلاوتها وهي ساعة. هتوجع لي دروسي يا سعد. تعالي بس تعالي. مساء الخير. ادينا 2 بقى من ايدك الحلوة دي. استغفر الله العظيم. على مهلك يا مولانا. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله. والله السجن أحب إلي من العيشة اللي بنعيشها في هذا المجتمع. مفكرني بنهرج يا أخوانا؟ دي عيشة إيه دي اللي الناس عايشاها؟ العالم بتوع التلفاز عاوزين مننا إيه؟ تقولش بيطردوك،
تدخل البيت من هنا تلقى المدعو شغال. وهاتك يا مسخرة وقلة حياة، يعني يا مؤمن تدفع 35 جنيه لأجل ما تجيب شيطان في البيت؟ استغفر الله العظيم، وحد الله. ولو هربت منه وفتحت الراديو تلقى مورستان تاني فيه مطرب شهير، يا سبحان الله، يمسك الهواء بيديه. شفته كده في الدنيا، سمعته بيقول مسك الهوى بإيدي. يا راجل ده انت معجزة. ولا الأخت العزيزة التانية اللي واقفة قدام الباب والقمر نزل لها من السماء وهي في حيرة تناجي أمها، ياما أرد الباب ولا أناديله. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ولو هربت من التلفاز والمدعو الراديو وجريت على الشارع لأجل ما تصلي في الجامع هتلقى الحيطان رخرة ملطخة بالموبقات. إيش حمام الملاطيلي؟ وإيش الرغبة قتلتني؟ والشهوة شقلبتني؟ وخذني بعاري، يعني مش تاخذني عادي، لا بعاري على عيبي. حسبي الله ونعم الوكيل. تفتكروا يا اخوانا كل ده بيتعمل فينا ليه؟ عشان عاوزين يخلونا شيوعيين. اعوذ بالله من غضب الله. عاوزيننا نمشي على اليسار. ما هم اسموه يسار. لا يا اخوي، لا يا ضنايا، احنا ما بنمشوش على الشمال. احنا من اهل اليمين. نحن مسلمين وسنقاتل هذا المجتمع الكافر حتى يفيء إلى أمر الله. واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كمال، هو أنت تأخرت ليه؟ أنا مفيش وقت، إحنا لازم نعرف فين مدخل الكنيسة بالظبط في القصر. حاضر، بس ليه يعني؟ هم حددوا وقت تقريبا. المهم انا عايزك تبلغني انت انه اوكي. ماشي. حسن، انت مطمن؟ مطمن جدا. احنا لينا ورث الدنيا والاخره. كنت متاكد انك راجل عاقل. 100 مليون ما يقولوش جنيه واحد. بيكتب لك شيك دلوقتي؟ لا مش دلوقتي، هنقول لك امتى. امتى؟ يعني مسألة وقت، اسابيع ومراتي تقوم بالسلامة وبعدين اعمل ترتيباتي. انا جيت بس نقول لك اني موافق. وانا جاهز. اتفقنا. بعت المرسح يا سمير، خسارة. خد وقته يا عم علي. وقته ايه يا ابو وقته؟ مش كان زمان الواحد دلوقتي بيغني كلام حلو للناس بعد النصر؟ ما الفن مع النصر بيزهزه يا ولا. وانت لسه تعرف علي تلهن وتغني دلوقتي؟ ايوه نعرفه. نعرفه يا راجل يا عجوز يا خنشور. ايوه يو، بس هات لي انت يا اخويا كلام حلو يتغنى. الله يرحمك يا بيرم، انت وبديع. يعني هو الغنى بيموت يعني يا عم علي؟ بيموت يا ليمد، بيموت لما الموهوبين يموتوا، فهمت؟ كل جيل وله ناسه. في ناس بتكتب حلو وفي شعر وفي غنى. فين؟ مين؟ نفسي نسمعه كلام حلو ومش لاقي. لا فيه، ما سمعتش ضايق بينها لفؤاد حداد؟ مين فؤاد حداد ده؟ ده عاشق بيكتب شعر. يا سلام سلم. بيقول فؤاد حداد: بيني وبينها دموع الفرحة، ضايق بينها تحت الطرحة، بينور في عيوني وقلبي، على باب الجنة بطل وشهيد، على رملة سينا سلاح العيد، كل ولادنا وكل المواعيد، كل الدنيا في نظرة عينها، وبيني وبينها دموع الفرحة. حلو،
حلو فؤاد حداد ده يا ولد، لسه في شعره بتحب مصر. والله كويس، عجبتني عجبتني دموع الفرحه دي. أبوك بيعمل إيه؟ ده تلفزيون جديد يا ماما خديجة. أنا بحب الراديو. حاضر حاضر، أنا هطلع أركب الأريال فوق سطح القصر علشان الصورة تظهر. دوشة دوشة، عاملة دوشة أنت. ضلمة فوق وبرد عليك. ما تخافيش يا أمي، أول ما الصورة تظهر اندهلي يا محمد. ها؟ حاضر. اتكلمي ارحم الدوشه اللي بتعمليها دي. ما بتعرفش يا تيتا. ايه ده؟ ظهرت اهي، ظهرت. انا هطلع عندها لبابا بقى. يا صورة ظهرت وراحت تاني ليه؟ يوسف بابا وقع وما بيردش عليا. اتفضل. انت قلت لي ان انت كنت عايز تبص عليه. ايوه. يا شكرا جدا. تحب تشرب ايه؟ ولا اي حاجه، يا دوب نمشي. لا ازاي، لازم تشرب حاجه. تعالي يا سلمى. ده يا ستي حفيد جوني منصور اللي كلمتك عنه وعن كتابه. سلمى مراتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تشرفنا. مبروك. الله يبارك فيك. ده انا حبيت جدك حب وقعت في غرامه من كلام يوسف عنه، وحبيته اكتر كمان من حبه في اسكندريه. ده شرف كبير. هو ده الكتاب؟ اه. ممكن ابص بصه؟ اتفضلي. احب افتح كده وانا وحظي، اغمض وافتح. لا أدري ماذا جرى للقصر بعد ذلك، ولكن سمعت أنه بعد طرد يوسف الثاني لأنه تزوج من وصف الخرصة ابنة الخادمة هندية، عاد بعد سنوات هو وزوجته للقصر. كده عايز تبص أكتر مني. تشرب إيه؟ أي حاجة، شاي. اتفضل. شكرا. نورتنا. هو في كنيسه ورا القصر ده؟ ايوه، كنيسه جميله اتبنت في التسعينات، بابها من الناحيه التانيه على الشارع اللي ورا القصر. بس انا مش باينه من القصر. انا اصحابي كانوا بيروحوها كتير وكانوا بيقولوا لي انها ورا القصر، بس انا استغربت. ما هي لازقه في ظهر القصر على طول، عشان كده مش بتبان. انت عارف عندنا باب في القصر ممكن منه تعدي للكنيسه على طول. الباب موجود بس مقفول دلوقتي. يعني كلامهم صح؟ مظبوط. هوري لك الباب واحنا خارجين. هو انت ليه ما قلتش ان يوسف التاني اتجوز بنت هنديه؟ ما انا قلت انه اتجوز حد ما عجبش خديجه هاني منادره. ايوه، بس ما قلتش انها بنت خدامه في القصر. مش فاكر. هتفرق في ايه؟ هتفرق انك ما قلتش. بس نسيت. دي جدتك. وايه المشكله؟ مش مشكله، بس انا ما بحبش تخبي عني حاجه يا يوسف. بس ايه القصر اللي كل حب ده؟ حب بيلغي الطبقات. يوسف يحب نادرة، وابنه يحب بنت اسمها ايه؟ وصفة. قصر ما فيهوش فوق وتحت. شفت الحب حلو ازاي يا يوسف؟ شفت. اه. طب وفي ايه الكتاب حكايات تانية؟ احكيلي. انا بصيت عليه بصة بسرعة كده ورجعته.
في حاجات زياده مكتوبه بخط ايد الخواجه. خساره، مش كنت صورته؟ هو احنا ما عندناش حاجه غير حكايات القصر؟ اكيد عندنا حاجات اهم. طبعا عندنا حلم يوسف. حلم ايه؟ هتعيش ساعتها في قصر مليانه عيال عماله تزعق وبتعمل دوشه. مش ده كان حلمك؟ كان حلمي، بس خلاص الواقع حاجه تانية. الواقع جاي اهو، ده انا مستنيه يوسف الرابع عشان يتعلم هنا. ليه بتقول كان؟ عشان كان فعلا. ليه غيرت كلامك؟ عشان ممكن نبيع القصر ونعمل مشاريع تانية وبرضه تبقى مهمة. تاني يوسف نبيع القصر تاني؟ وليه لا؟ عشان أنا مش عايزة كده. حتى لو أنت مش عايزة كده ما يهمنيش، أنا حر. حر؟ آه ماشي، أنا مش هكمل معاك كلام، أنا كمان حر.